الحبيبة تزخر برنوس الست إن شاء الله والعباد. شرفتنا شرف الله قدرها ورفع الله قدرها بلا وهو الخلاق. بمناسبة فتح مكة أقامت جمعيتكم جمعية جزائر خير مكتب وهران المجلس القرآني النسوي في طبعته الثالثة بالتنسيق مع ديوان الوطني للثقافة والإعلام، وقد حضر هذا المجلس القرآني القارئات مقرئات من عدة ولايات، من الجزائر العاصمة، من تلمسان، من الدية، من بوليدة، ومن وهران، وبحضور متميز لنساء وهران وحرائر وهران. وهران الباهية بالقرآن والباهية بأبناء وبناتها تحتفي اليوم بقارئات القرآن، فنسأل الله عز وجل أن يبارك في بنات الجزائر وفي قارئات القرآن، وأن يحفظ وهران والجزائر كلها ببركة القرآن، وأن يجعل هذا المجلس الذي أقيم اليوم سببا لرفع البلاء والغمة على إخواننا بأرض فلسطين. أتقدم بكل عبارات الشكر إلى قناة الشروق التي أحسبها السباقة للخير، هي دائما ما تسعى لخدمة القرآن وخدمة أهل القرآن، والحمد لله نحسب أن الله رفعنا في هذا اليوم المبارك. الحمد لله تشنفت فيه أسماعنا بأعذب التلاوات وأرقاها. وصيتي للجميع ولجميع شباب الأمة أن يجعلوا هذا القرآن في صدورهم وفي سطورهم، احفظوه وقرؤوه، والأساس فوق كل ذلك أن اعملوا به. ها نحن اليوم نحط رحالنا بولاية وهران الباهية الولاية القرآنية، نشكر الشيخ فضيل على حسن استضافته وكرمه معنا، نسأل الله العلي القدير أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل.